مرنا ما بقينا وشينا ما شو حكى قلديهين دول قبلت كيجي أن مثلها هي أن فرنا هو جري هرت هذا مركا ويل هرت سعنا لو برحية هدي أدوح إذا كان قلدناين غير ما يقدم بس وايدين شيء هي أي بلنت الوشو الشيء وحكب حي في الصومال يا كب حي ما حكم لها بلنت الوشو الشيء وحكم لها دول الدولات والبقى إيش محوها دور شكل دعوه قدي الله سوام بقى عابه هير فدرالة هي هير دول الدولات كستنا أي أودي أرجو دور شدادي ما أنت وحوي كودي ديسمبر قلب كم إذا وحوها أقل كسرة ما أنت كودي ديسمبر أي كود هاي يشين يتوانك ديسمبر إن يسوع بحان محوها أقل كسرة كلا سوا شعره إسكتنا أرنتي والله سمية هذا دب كم قولون قولون بتغنن ولا لما قولابين معناها وحش غاله يقل غاله من لما سعته هذا أنا سعد عمرك دول جوالد كسته بدل ما بجلس كأجر في دول جوالد هذا قال مدوك باكو حكته هرشة بلا كو حكته كوفر قلب باكو حكته جوب لما بجلس كان قلب باكو سجرت أما كوفر قلب باكو سجرت لا سجرت وحلو لقوه شيء وحوي دول جوالد كسته إنا إلا ما ميلوت كو قبته محوها دور الشدة دي دول جوالد كستنا وما ذا حبنا أنت هاي ماشي كو قبنا يسوع أو يتجسوا قبل كان مرة أصل نقطة اللي راه جبلان ودول الجبلات كل جبل صدق جبل هل جبل أو كم إذا ولي لمن كشادين تابع هسه شباب كي وهسته إلى هذه كيس مرة كم إذا والله قام دونا جبل كجدو يا جبل كجبل ده هسه لبعض ما قال بدحين لو قبته هيد لكن شرد بكوري مرو يا شرد بكوري إن دول الجبلات كل جبل الله ما ذا حبنا يو محل إذا هذا ماشي يكون قبنا يسوع دور شذا وحيك وجد تشيسكي أو جربهاري هذين لغته يا هذيك اسمعين لغته دول جولات تجيب الأمور حبنا نتاعي مركا سو ما ذو حيت هذا دودني لا دقاش هذا يين لا درس تلوش كم دورو تشيس بقى لسوق قلي ملحوينها أقوينا ولوسي حي في الصومالية وحوي دول جولات تجيب الأمور دور شذا وقبل الساعة قبل كجدنا أنا معمولة هي أو في الصومالية أو أدرس سنة هي ويلان ملسيات اه او اي مامول هيو انا نسقبان التاس وان في الهياء واد اوكتين انا دي شغنان وارم ماشا كوواد او اي سرطة كو قرانتي او اي كده وومي لاد هاي وحاوه هي هشيس كالوسو هشي ماشي اللي هادو في الله صوماليا اي كو سحين شانت الدولة قولت مدحوينة ياشو ده اي قبل كبنادر اي مدحوينة وحي اهيد ان لو مدح بنايو دولة قولت كاستم ماشي اي كو قبسان يسو دور الشدادو او ماشي اهيد مالك اللي راهدو قدو ميال قدو يجبلان ومايا وجبلان منك القو يسو منك القو يدونتو هذا انتو صالي رئيسيو ماذا حويناها جمهورية صوماليا محمد عبد الله فرماجو مرك اللي هشينا هي او ماشي الوه هشينا هي وحو يريد طبق حل دمان أنا قبل الشيء ذا هل يجي يمشي اللي رادو قرب هري إتاس كلي أرتك بل إتاس هل دي بلوف فيري ما هي تاي بل فيري إتاس ما مدحويري جمهورية الفدرال من كفر إلا وقوي حكومة بقى مسوى مدحويري قرب هري أرت إتاس اللي كله قدر الله إنا كل هذا مدو أنا هيو إنا كل هذا مدو أنا هيو وحى هوشة يكسر عن الله هاي أو هوشة دبن دابيين هيو وحاول محمد عبد الله فرماجي مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا وحنوش هي مركب كثير بناء ودرروا أنا كيف في سنة هي أنت أنفرين تدرين كهرة وحاس هالقامي أول عموجي أو يسوت تجي نمن اللي يراه ذو مرشحين تا مذوق مرشحين تا مدحوينها وش الرحن أو أي كجيران مدحوينها شهرة صوماليا أو أي كجيران رئيس الوزراء شهر قاركوت oo ay ku jiraan madaxweynayaal dowlad goboleedyo hore u soo maray oo ay ku jiraan dad aqoon yahan ah oo ay ku jiraan xildhibaano aad wada garanaysaan meel bay isku tagen ayagoo walaac muujinayo ama firaaq inuu imaado dalka faraha uu ka baxo shambar bay fadhiyeen go'aan bay soo saareen go'aanadoodu 18 qodob bay ahaayeen baan filayaa hadaan qaldanayn waad wada aqristeen wargudigan la sheegayo oo la dhisay oo filaa Soomaaliya dhistay
waxay ka kooban yihiin nabad sugudi iyo kuwa ka shaqeynaya filo Soomaaliya war alleen haduu Allah yahay saax ma ahan gudigan hal bedelo oo waxyaalaha qaldan hal waxeyo oo Soomaaliland golaheeda baarlamaanka labada aqal waxa weeye loo madax banaayo oo waxa jooga meesha gudoomiyaha aqalka sare oo ah madaxweynaha awooddu ku wada madaxweynaha leeyahay labada gudoon ee baarlamaanka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waa labada inuu ku xigto asagoo jooga Cabdixaash Cabdullaahi baa la yiraahdaa waa taqaana gudoomiyaha aqalka sare asagoo jooga inta laga qaaday ya mahdi guulad hawada hoosha la leeyahay iyo niman ma taqaana aan ma taqaana hoosha meel ay soo martaan ugu yeen iyo midnimada Soomaaliya wax meesha soo martaan garaneen tii ayada ahayd bay ka hadleen waxay yiraahdeen Soomaaliland ah loo madax banaayo qodobadii aan taabanay qodob ka mid ah gobolka la yiraahdo Jubaland systemkiisu waa dhisan yahay madaxweynuhu leeyahay madaxweynuhu ku xigeen buu leeyahay loo madaxweynuhu ku xigeen golaha wasiiru leeyahay iyo dhamaan systemkiisu waa u dhisan yahay ha laga soo baxo meesha la yiraahdo maamulka looga soo baxo meesha la yiraahdo gobolka gedo ha lagu wareejiyo Jubaland ha lagu wareejiyo ha maamushaano filla Soomaaliya dhagay jalaq uma siinin wax la sheegayo maxay tahay meena dhihin saaka marka waxaan rabaa fariinta inaan u diro filla Soomaaliya fariin u diro maadaama 68 habeen ay hartay Soomaaliya oo dhan idaa taageeso koodi luuliyana waan la hadlay maxamed abdullahi farmaajo maanta oo koodi december waan la hadlayaa madaxweyne unsur aqaaka hadis buu ahaa unsur aqaaka daaliman ow madluuman buu rasuulka kaleey salaam yiray war walaalka u hiili hadduu gardaran yahay hadii la gardaran yahay u hiili walaalkay baa tahay maxamed abdullahi farmaajo adeerkay baa tahay soomaali way tagtay Soomaali waxay sugeysaa sagiir iyo kabiir 8 Febraayo inta ka horeysa haddaan xal la iimaanin wixii fidna ah iyo wixii dhibaato u dhacda adiga farta lagu soo taagi doonaa hadii farta lagu soo taagana anigu dhowr jeer baan dabcan iska bariyelo oo wuxuu halayay farmaajiga kali ku taaba yaan dhig jiray gooni wali Soomaali wara bamba sheegaysa wad kula jirtaa wali dhig oo ina falaari galgalashiga maartay adeerka weeye ama qabo ama ma taqaanaa runtu u sheeg baa lilaya maanta runtu ku sheegaya waqtigii wuu soo dhamaaday 68 cashaa hartay haddii xal degdeg la iman weydo haddii wixii Soomaaliya ka halaabo oo 20 sano la soo dhoobahayay carta markii laga soo bilaabay hadheer wixii halaabo adey hooyo aabo ku leedahay adigay hooyo iyo aabo ku leedahay gobolka gedo wuxuu ka mid yahay Jubaland wuxuu ka mid yahay Jubaland kama bixi doono kama goy doono waxa weeye u madax bannaan Jubaland maamulkeedii maamulka Jubaland u madax bannaan gobolka gedo ka bixi wiilasha yararka oo askarta ahaan jiray oo ma taqaana maamulka ku sheegaysa ka bixi ku wareeji maamulkii iska lahaa muxuu ahaa oo Jubaland ku wareeji ba ku leeyahay waa nasteexo waaye waxaan aqrinayaa nasteexo qoladan ay taxadka waxa uu jiray waa idin nasteexaynaa maanta waa ku nasteexaynaya baalka la yiraahdo gobolka gedo wuxuu ka mid yahay Jubaland ee ka dhaxbixii maxaa la yiraahdaa wiilasha yareerka ah ee qeylinahayo ee waashay ka dhaxbixii maamulka Jubaland ku wareejiyay waa nasteexan weeye waxa weeye marka hadii intaas dhacdo walaac ra Jubaland ay muujinayaan walaac Soomaali weyn ay muujinayso walaac meelka salaam muujinayo way hagaagaysaa wiil jaalis baan haysanaa hadii arintaas marka dhici weydo wixii dhaco oo haleysa oo halaabo oo Soomaaliya ka halaabo adigay hooyo aabo ku leedahay intaas waa fariintan u diraahay adeerkay maxamed abdullahi farmaajo inuu inay gaar doontana waa filahaya Jubaland wax ka hadlaysan malahan Soomaaliya wax la leedahay hadii Soomaaliya heshiiso oo ay ku heshiiso in la soo yimaado oo miirku u soo dago oo ma taqaana ilaahay intuu miirku u soo dajiyo ma taqaana la soo yimaado Jubaland koobay ka tahay wax ka hadlaysan malahan laakiin intaysan ku socoto waqtiga wuxuu ku dhamaanayo waa adiga kulay waqtiga wuxuu ku dhamaanayo 69 baa ku dhimanay maanta 68 baa ku dhiman dadkii gaamuray ee madaxweynayaashii hore ahaa ee siyaasiyiinta hore ahaa xamar bidhaxda tagayeen way ku sugayaan saasi ku fiirayaan
مالك هورته شريف شيخ احمد نيتو كاستاغي حسن شيخ احمد نيتو كاستاغي وانا حمر باشا جوكتو بين بي كو شيغ هيان كو كو اغ تاغ تاغن اي كول مدح وين لا بلا عيل قاب الا يا هرغيسي انتو دخيسو راس كامبوري راس عسيف ادا لو سعبتو مايا بين بي كو شيغ هيان والله بين بي كو شيغ هيان بالله بين بي كو شيغ هيان ادو وقتي قد ما اادو ميلاد كبخ لي وساب صور قال انتو سو وقتي قد ما انن indaha kala qaad dadka isku yeer dadka isku yeer madaxda isku yeer dowlad goboleed isku yeer waxa tiraahda war aniga hadii weeshi waa waxba halabay dhaxda soo dhig baasha aad iyo aad baan salaam ahaa anigu intaas inaan sheegay rabay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.